أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال مميز، اخترنا لكم الدكتور حمدي البنا، مؤسس وشريك في عيادة جيرمان دينتال سنتر في إمارة دبي. بداية أسعد الله أوقاتك دكتور حمدي. نهارك سعيد دكتور. في بداية برنامجنا حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين على حضرتك وبداية حياتك العلمية والعملية. اسمي حمدي البنا، طبيب أسنان اختصاص جراحة وزراعة، تخرجت بال1990 وزولت مهنتي بلبنان بعيادتي وبكذا عيادة تاني كأخصائي ما يوازي 50 عيادة كاختصاص. من وقتها كنت اشتغل، جيت بال2008 على دبي كفيزيتينج دكتور، وبعدين بقيت ثابت كل الوقت كطبيب أسنان ثابت بدبي، وبشتغل بالعيادة تبعيتي يلي فيها شريك أنا فيها يلي هي عيادة الألمانية بGLT، وأوقات بروح عيادات كاختصاص وقت يدعى الأمر. جميل دكتور، من وين جاءت فكرة تأسيس جيرمان دينتال سنتر؟ بصراحة أنا كنت أشتغل بلبنان وما كان في نية للسفر، بس جيت على دبي بالصدفة تعمل عمليات هون، طلبت شركة الزرع مني إجي على عيادة معينة تعمل الزرع. وقت شفت التسهيلات، وقت شفت فرص العمل الموجودة هون والأداية فارقة عن بلادنا، تحمست أنه إجي وأنقل كل طاقتي لهون والعيادة وحياتي كلها صارت هون. جميل. حابين ايضا دكتور نعرف السادة المشاهدين على الخدمات التي تقدمها عيادة ومركز جيرمان دينتال سنتر بإمارة دبي. بالعيادة عنا نحن بنهتم اكثر شيء بالسنين، هيدا المين طبعاً يلي هو من الحشوات للهوليود سمايل للزرع للجسورة الثابتة والمتحركة، لامراض اللثة، لعمليات الجراحية وللحشوات، كله هول لقتل العصب. وبذات الوقت عنا أخصائية تغذية موجودة عنا، بتجي كمان كل يوم موجودة للمرضى. دكتور أكيد يعني في الإمارات العربية المتحدة يعني وخاصة إمارة دبي المنافسة شديدة في المجال الطب الأسنان بشكل عام. اليوم شو الشيء اللي بيميز جيرمان دينتال سنتر وبيخليه يقدر يكسب ثقة العملاء والكاستمرز؟ هلأ ما رح اقول في منافسه، كل واحد بياخذ مرضى، بس بالنسبه لنا نحن شوي مختلفين. انا استاذ جامعي مع اختصاص، شغل مميز مثل كذا عياده تانية، منا الوحيدين بنشتغل مزبوط، في كتير عيادات منيحه، ونحن بنعطي الهاي ستاندرد للمرضى اكثر شيء ممكن على مستوى جامعي. هذه طريقه الشغل اللي بنستعملها بالعياده. جميل جدا، نتمنى لكم كل التوفيق دكتور حمدي. دكتور ايضا حابين نتعرف على رؤيتك المستقبليه يعني وافكارك المستقبليه لتطوير جيرمان دينتال سنتر والاعمال الخاصه به، وين بنشوفكم بالمستقبل؟ بالمستقبل نحن باقيين هون، مش رح نطور اكثر، لانه نحن بقناعه انه العياده هي اكثر بالحكيم، والحكيم ما في قسم حاله اكثر. بالمبدا نحن بالعياده موجودين هون، مش رح نكبر مثل غير عيادات، لانه ما رح نلاقي اكثر من شخص واحد يشتغل كحمدي البنا. كتكنولوجي نحن بالهاي ستاندرد، الا اذا طلع شيء جديد موجود اكيد رح نجيبه على العياده. عندنا كل شيء، عندنا ديجيتال لاب، عندنا كل شيء ديجيتال، عندنا المختبر ان هاوس، عندنا تقنيه القتل العصب، عندنا الحشوات، كل شيء بالهاي ستاندرد مثل تقريبا الجامعه. دكتور طبعا يعني حضرتك ذكرت بال2008 موجود بدولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات العربية المتحدة يعني جذبتك لدعم والتسهيلات اللي تقدمها حكومة دولة الإمارات، الحياة الكريمة، الحياة الاجتماعية الكريمة، الأمن والأمان الموجود. اليوم كرجل أعمال وطبيب، لو سألناك ماذا يعني لك الأمن والأمان بدولة الإمارات العربية المتحدة؟ ليك هيدي نقطة كتير مهمة. بتصور أنا بسافر كتير على بلدان بالعالم بهدف أعطي محاضرات أو سياحي، بس أكتر محاضرات.
أكتر بلد بتلاقي فيه أمان هو الإمارات، ما في بلد فيه الأمان اللي بتلاقيه هون بالنسبة لعائلة، بالنسبة لشخص، وين ما كان بتخاف على جزدانك، وين ما كان بتخاف على سيارتك. هون فيك تحط جزدانك بالسيارة وما تكون مسكرة وما بتعطل هم، بتلاقي إنه إذا حدا غلط وفكر ياخدها بخمس دقايق بتعرف مين أخدها. وفي شيء بنقوله بيضحك، هو البلد الوحيد وين البوليس بيتلفن للمجنة تيجي على البوليس، بينما بالعالم البوليس بده يروح ينبش على المجنة. هذا دليل لأمان كبير، وبيخلينا نكون مرتاحين، ما نفكر بتخطيف الأولاد، ما نفكر بالسرقات، من كل النواحي هيدي بتخلينا مرتاحين. أكيد طبعا دكتور، طبعا دكتور يعني هالشيء لم يأتي من فراغ، أكيد نعمة الأمن والأمان يعني نعمة من رب العالمين، ولكن يعني القيادة الحكيمة والرشيدة حافظت على هذه النعمة، وأيضا قدمت كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين سواء مواطنين سواء أجانب، وأيضا توفر الحياة الكريمة للجميع. كيف بتحب تشكر هالقيادة الحكيمة والرشيدة دكتور حمد؟ نحن منتشكرون على التسهيلات اللي عطونا إياها، لأنه نحن كأشخاص بالبلدان العربية إذا بدنا نروح على أوروبا ما فينا نفتح شغل، إذا بدنا نروح على أمريكا ما فينا نفتح شغل، يا بدنا نرجع نعيد الجامعة، يا بدنا نقطع بإشياء كتير صعبة، وبدنا ناخد جنسية اللي هي صعبة تاخدها. البلدان الوحيدة والأكثر شيء مسهلة هي الإمارات الفاتحة أبوابها للكل، تنقدر نفتح أشغال ونستثمر وبحرية وبسهولة كتير مطلقة بالنسبة لغير بلدان. ونتشكر الشيوخ والإدارة كلها على هالتسهيلات، الفضل لقلهم تنحنا نكون موجودين تنعطيهم خبراتنا ويساعدونا تنفتح استثمارات هون. أكيد دكتور، نتمنى لك كل التوفيق دكتور، لك ولطاقم جيرمان دينتال سنتر، وإن شاء الله يعني مزيد من النجاح والتقدم بإذن الله تعالى. دكتور في نهاية برنامجنا حابين نتعرف على أوقات دوام جيرمان دينتال سنتر، وأيضا موقع المركز، وأيضا كيفية التواصل معكم. نحن الدوام الرسمي هو من 9 ل 9، بس نحن موجودين اي ساعه كان، اذا المريض اتصل على التليفون اللي هو موجود مع الحكيم اللي هو انا، بيجي بكون موجود 24 ساعه اذا لحالات طارئه. هلا اللوكيشن هي بجميرة ليك تاورز، والتواصل هو عبر الهاتف يلي هو 802 أو 0444955. جميل، إذن سهولة في الوصول لجيرمان دينتال سنتر كموقع جغرافي، وأيضا كتواصل عن طريق الهاتف أو عن طريق الإنترنت. إذن أعزائي المشاهدين، سوف تظهر أرقام الهواتف وكيفية التواصل مع جيرمان دينتال سنتر أسفل الشاشة. في نهاية برنامجنا دكتور حمدي حابين نتشكرك جزيل الشكر يعني على حسن الاستقبال وحسن الضيافة، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى في المستقبل. شكرا. شكرا مرة أخرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.